خليني ابدا معاك، ليه في فصل الصيف تحديدا الناس دايما بتهتم بالرياضه، وتلاقي الجيم وتلاقي الصالات الرياضيه تبقى يعني زحمه بقى بالناس والشباب عشان هم بس الفتره بتاعت بيجهزوا للصيف، او ان هو بيبقى شكلهم كويس لما بيبقوا على البحر او كده، واحنا في الشتاء عادي بيبقوا لابسين لبس اتقل شويه، فممكن يبقى مداري لو انت مش مركز قوي زايد شويه وزن بيبقى عادي، بيبقى جوه الهدوم. لكن انا حاسس برضو ان الفتره اللي فاتت دي بقى في ناس كتير جدا بقت مهتمه طول السنه ان هي تحافظ ان هي بتروح الجيم وتروح الرياضه، بس زي ما انت قلت فعلا قبل الصيف بيبقى التركيز اعلى، الناس اللي شويه بتاكل اكل زياده يبدا لا يركز اكتر في اكله، يبدا يركز في تمرينه اكتر، فهو التركيز فعلا بيزيد قبل الصيف. بس معظم الناس دلوقتي انا بشوف في تغير، يعني الناس حتى اخر كام سنه يا دكتور انت بتتكلم تحس ان في ناس بقى عندها هوس بناء العضلات، يعني حتى في اخر 5 6 سنين الجيمات عامه بقت زحمه جدا بالناس. دي حاجه كويسه جدا، يعني انا بالنسبه لي ان الناس تحافظ ان هي جسمها يبقى كويس او عامله عضلات كويسه، والناس كمان كبيره في السن، ناس 50 و60 و70 واكتر من كده، الناس بتيجي الجيم عشان تحافظ ان هي يبقى عندها عضلات زيها زي الشباب زي الصغيرين. فانا يعني احب اصلا ان يبقى الجيمات دايما زحمه والناس عندها وعي وعندها حركه ومحافظه ان هي تبقى عندها عضلات كويسه، وخصوصا كمان الناس الشباب عايزين يحافظوا ان يبقى هم اكتف اكتر، الناس بتتحرك شغلها عندهم طاقه، والكبار برضو عشان سواء قصدك اللي بيجي قبل الشغل او اللي بيجي بعد الشغل مش فارق، هو اللي تشوف تقدر تيجي امتى تتمرن وتيجي تتمرن طبعا تتمرن يوم تتمرن اتنين تتمرن 3 مرات، هو انت بتيجي على قد ما انت بتقدر مع شغلك وحياتك وكده، بتحط الايام بتاعت التمرين انت ممكن تعملها وتيجي، المهم تيجي المهم تبدا وتتمرن. في ناس يا دكتور واخده الموضوع دلوقتي يعني كلايف ستايل او اسلوب حياه، ان هم خلاص بقى عنده جزء الرياضه ده في الجيم او في اي حته بقى شيء اساسي من حياته. دي حاجه برضو ممتازه جدا، لان فكره ان ساعات مش شرط كمان بناء العضلات، انا بس بروح بخرج، عارف انت اللي هو انا بروح بخرج الطاقه السلبيه اللي دي حقيقه يعني دي حقيقه، لان اصلا المود بيتعدل، ولو عندك شويه ستريس او حاجه بدل ما تروح وانت عندك الضغط ده من شغل او من اسره، عادي الحياه بتاعت الناس كلها، لا روح الجيم هتلاقيك مروح اهدى شويه، وفي نفس الوقت تحس انت بتعمل حاجه في اليوم صح، وحاجه تخرج فعلا الطاقه السلبيه، ولو انت عندك اي ضغط اي حاجه فدي كويسه. وبرده حته ان ساعات تبقى في ترند طالع فالناس كلها بتعمله، لما يبقى ترند حاجه في الرياضه ويبدا يبقى لايف ستايل للناس، يتحول كده من ترند لايف ستايل سنين تبقى كتير، حاجه ايجابيه. يا ريت يا ريت كل الناس تعمل كده يعني. طب بالنسبه لك برده مؤخرا او في الاونه الاخيره يعني على السوشيال ميديا زاد قوي موضوع الكوتشنج او المدربين اللي هم الاونلاين، حضرتك تبقى عارف القصه بقى في يا دكتور، ان دايما بتشوف المدربين بينزلوا طبعا حاجات وفيديوهات، وان انا ممكن اضربك اونلاين وكده، وممكن اخليك زي ده وممكن اخليك زي ده. طب انا دلوقتي واحد عايز ابني عضلات او اعمل عضلات بس بدون اي مكملات وبدون اي حاجه تانيه تضر بصحتي، او حتى لو مش هتضر بس برضو انا ما افضلش ان انا استخدمها، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ بشوف ان احنا عندنا حاجه لازم ناخد بالنا منها، ان فعلا السوشيال ميديا عامه لو طلعت كميه الناس اللي اونلاين كوتشنج، اي حد حتى اي وظيفه ايا كان يقوم عامل كمان معاها اونلاين كوتشنج، لو هو شكل جسمه كويس وبيتكلم بطريقه كويسه هتلاقيه بيقول انا بمرن اونلاين والموضوع، بس انا شايف ان في ريسك مش عادي، وشايف الناس دي مش عارفين الباك جراوند بتاعتها ايه، والناس دي مش عارفين كل الجوانب اللي ممكن المفروض يدرسها عشان يبقى يقدر يحافظ على البني ادم ده، لان البني ادم ليه علاقه بان انت لازم تحافظ عليه، ده امانه، وما تجيبلوش اصابات، تمرنه وتوصله اللي هو عايزه.